أولى جمهورية عام معلوم حصل 410 من 410. هاجر ألف ألف مبروك. احكي لنا أنت كنت بتذاكري كام ساعة في اليوم؟ الله يبارك حضرتك. أنا عدد ساعات العمل عدد ساعات المذاكرة غير محدد، فكنت في اليوم على حسب، كان في اليوم ممكن درس أو درسين أو ممكن مفيش، كنت في يوم باخد ريست كامل عشان أجدد نشاطي وكده، فعدد الساعات مش منتظم يعني. كنت متوقعه تطلعي اولى على الجمهوريه؟ هو كنت بدعي ربنا انا ابقى من الاوائل، بس اولى على الجمهوريه كلام من ربنا كبير. كنت بتاخدي دروس كلها ولا؟ جميع دروس. ازاي كنت في البيت بيدعموكي ازاي بابا وماما؟ بابا وماما كانوا اول حاجه خلق الجو المناسب، يعني ما كانش ادخل في مشكلات ولا ادخل في اي حاجه، وبابا كان بيشجعني على هدف مستمر ان انا احققه. ماما كانت بتتابعني في المذاكره والتنظيم وكده. هتخش كليه ان شاء الله؟ كليه الطب. الف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور محمد زكي علي مراد، استاذ مساعد الاشعه في السويس. دكتور الف الف مبروك. هاجر ابنه حضرتك حصلت على الاولى على مستوى الجمهوريه علم علوم 410. الحمد لله. احكي لنا كانت بتذاكر ازاي وكم ساعه في اليوم و... والله حضرتك يا هاجر كانت بتخلص دروسها اول باول، تيجي الدرس تذاكر، لكن عدد ساعات معين مفيش، يعني كل يوم بوقته عشان الدروس مختلفه، لكن كانت مجتهده وتذاكر دروسها كويس. تمام. دكتوره فاطمه. انا والدة هاجر وانا فخوره طبعا ان هي هاجر حققت عيني حلمها اللي كان نفسها فيه من اول كي جي، ربنا يكرمها كده. حضرتك ازاي كنت بتوفري لها او تهيئي لها البيت يعني في المذاكره وكده؟ هي تنظيميه بس مش اكتر، فهي كانت بتنظم وقتها على قد ما تقدر. طبعا هي تقوى الله وكانت راعي الله في كل حاجه، ملتزمه بالصلاه وبالقران وبشهاده مدرسينها، يعني ربنا يكرمها. فكنا بقدر الامكان نفصلها عن دوشه البيت الخارجيه تماما. كنت متوقعين يا دكتوره ان هي تطلع الاولى؟ والله احنا كنا عارفين في ربنا اوائل الجمهوريه، انما الاولى بيقول لوحدها دي حاجه فضل من ربنا كبير. هتخش كليه ايه ان شاء الله؟ هي نفسها في طب. والله هي طيب. اللي نفسها مش هي ليها اختها برضه في طب؟ اختها كبيره ايوه في سنه ثانيه. طيب بالتوفيق ان شاء الله يا دكتوره.